بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف السادس لمادة العلوم، أهلا وسهلا بكم مع درس من دروس مادة العلوم. اليوم بإذن الله تعالى شباب هندرس وحدة جديدة بعنوان المحاليل وطرق الفصل. كيف أعد مخاليط في المختبر؟ هنجيب يا شباب مع بعض في المختبر كبريتات النحاس الأزرق وماء وعدد 2 دورق زجاجي وكربونات الكالسيوم زي ما شايفين احنا في الصورة، دورق 1 ودورق 2. وهنلاحظ مع بعض ماذا تلاحظ عند إضافة كبريتات النحاس الأزرق إلى الدورق 1. طبعا يا شباب هاي تذوب هذه الكبريتات النحاس الزرقاء أو تختفي. طيب ماذا يحدث عند إضافة كمية إضافية من كبريتات النحاس الأزرق إلى الدورق 1؟ طبعا برضو كشباب هتذوب. ماذا تلاحظ عند إضافة كربونات الكالسيوم إلى الدورق 2؟ طبعا يا شباب لا تذوب ولكن تترسب أسفل الدورق. ماذا يحدث عند الاستمرار بإضافة كربونات الكالسيوم في الدورق 2؟ تترسب هذه المادة. ما الفرق بين الدورق 1 والدورق 2؟ فكر، قارن، شارك. طبعا يا شباب ايه اللي هيحدث او ايه الفرق بين الدورق 1 والدورق 2؟ ان الدورق 1 يا شباب به محلول، به مذيب زائد مذاب، والدورق 2 يا شباب عبارة عن مخلوط به مادة صلبة زائد ماء لا مفهوش مذاب ولا مذيب. ده الفرق بين دورق 1 والدورق 2. يبقى الدورق 1 يا شباب به مذيب ومذاب، به مذيب ومذاب. طبعا المادة المذيب اللي هو الماء، أما المذاب اللي هو كبريتات النحاس الزرقاء، دابت في الدورق 1. أما الدورق 2 يا شباب ده عبارة عن مخلوط به مادة صلبة اللي هي كربونات الكالسيوم، ترسبت في الماء ولم تذوب، فعشان كده شباب سميناه مخلوط. طيب فيما تختلف كبريتات النحاس عن الماء؟ فكر وابحث عن الإجابة. أدي كبريتات النحاس يا شباب عبارة عن مادة صلبة زرقاء اللون، دي بنسميها يا شباب مذاب لأنها تذوب في الماء. وطبعا المادة سائلة عديمة اللون اللي هي ايه الماء، دي بنسميها ايه يا شباب؟ بنسميها مذيب. طيب ايه التشابه بين الاتنين يا شباب؟ ان هما الاتنين يا شباب مركبات او تعتبر محلول. يبقى التشابه يا شباب ان هما الاتنين مركبات او محلول، اما الاختلاف دي مادة صلبة زرقاء اللون تسمى مذاب، أما الماء مادة سائلة عديمة اللون تسمى مذيب. استنتاجي إن الماء يا شباب طبعا زي ما قلنا إن هو عبارة عن إيه؟ مذيب لأن تذوب فيه المادة الزرقاء اللون اللي هي كبريتات النحاس. طيب كبريتات النحاس الأزرق يا شباب دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مذاب لأنها مادة تذوب في الماء، مادة تذوب في إيه؟ الماء. يبقى كبريتات النحاس يا شباب عبارة عن مذاب، أما الماء ده عبارة عن إيه؟ عن مذيب. المخاليط يا شباب عندنا إيه؟ نوعين. المخاليط عندنا نوعين، حاجة اسمها محاليل ورواسب. المخاليط عبارة عن محاليل ورواسب. أول شيء المحاليل مثل العصائر والحليب والعطور والمياه الغازية، دي كلها شباب عبارة عن محاليل، عصائر، حليب، عطور، مياه غازية. أما الرواسب شباب مثل ماء ورمل، يعتبر رواسب، برادة حديد ورمل، معجون الأسنان، البهارات، دي كلها شباب تعتبر ايه؟ تعتبر رواسب. ابحث في المنزل
أو المدرسة وسجل قائمة المخاليط وصنفها إلى محاليل ورواسب. يبقى المخاليط يا شباب زي ما تعرفنا عليها إن هي عبارة عن نوعين، عبارة عن محاليل ورواسب. محاليل ورواسب. الأمثلة المحاليل يا شباب زي ما قلنا عصائر وحليب، مياه غازية وعطور. أما الرواسب عبارة عن ماء ورمل، برادة حديد ورمل، معجون الأسنان، البهارات. المخلوط يا شباب إيش تعريفه أو المفهوم بتاعه؟ هو عبارة عن مزيج يتكون من مادتين أو أكثر تختلط معا. كما يمكن تعريفه يا شباب أو يمكن فصل المكونات المخلوط بعضها عن بعض. مثال على المخاليط يا شباب طبق السلطة. يبقى طبق السلطة ده يا شباب مكون من عدة مواد أو مادتين أو أكثر مختلطتين إيه معا، مثل الطماطم، الخيار، الجزر، البصل. دي كلها يا شباب أكثر من إيه، أكثر من مادة مختلطة إيه معا، مختلطة إيه معا. ماذا يحدث عند خلط السكر بالماء؟ كما نرى يا شباب هنا مكعبات من السكر. إيش اللي يحدث عند خلطها مع الماء؟ يذوب السكر ويختفي لأن جزيئاته تتفكك وتتوزع بانتظام بين جزيئات الماء، ويتكون محلول الماء بالسكر. أما المحلول يا شباب المفهوم بتاعه عبارة عن مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة أو أكثر في مادة أخرى. خصائص المحلول المتجانس مثل الطعم واللون تكون متشابهة في جميع أجزائه. يتكون المحلول من جزئين رئيسيين هما المذيب والمذاب. وهنا شباب زي العصائر كده تعتبر إيه؟ تعتبر من المحاليل. ليه؟ لأنه مزيج متجانس ناتج عن ذوبان مادة وأكثر في مادة أخرى، في مادة إيه؟ أخرى. المذيبة شباب اللي هو مثل الماء هي مادة لها القدرة على تفكيك جزيئات المذاب، وتمثل غالبا أكبر كمية في المحلول. يبقى هنا شباب لو أنا عندي مثلا سكر وماء، يبقى الماء هو المذيب والسكر هو إيه؟ هو المادة المذابة. يبقى الماء بيكون أكثر من المذيب حتى يستطيع تفكيك جزيئات المذاب. ويعتبر الماء من أكثر المذيبات أهمية في حياتنا اليومية. المذاب شباب هو مادة تتفكك جزيئاتها وتذوب في مادة أخرى مثل شباب الملح والسكر. يبقى المذاب شباب مادة تتفكك جزيئاتها وتذوب في مادة أخرى مثل الملح والسكر كما نرى في الصورة. المذاب يا شباب يمكن أن يكون مادة صلبة أو سائلة أو غازية. يبقى المذاب يمكن أن يكون مادة صلبة أو سائلة أو غازية. في معظم المحاليل يمثل المذاب أقل كمية في المحلول، كميته دائما يا شباب تكون قليلة، أقل من إيه؟ أقل من المذيب. طيب عندنا مفهوم آخر يا شباب اللي هو إيه؟ الراسب. هو المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل. المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل. يبقى ده يا شباب عندنا هنا مذيب ومذاب. طبعا المذيب اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الماء. طبعا المذاب اللي هو الشاي أو السكر موجودين في الشاي. يبقى عندنا شباب هنا الشاي ده مذاب وحبيبات السكر مذاب، أما المذيب اللي هو الماء ودائما تكون الكمية إيه الأكبر، أما المذاب كميته إيه؟ كميته أقل. طيب هنا شباب بيتكون معايا إيه؟ بيتكون معايا ممكن إيه؟ راسب من في أسفل قاع الكوب،
ده بسميه ايه؟ بسميه الراسب. يبقى هنا الماء مذيب، الشاي مذاب، حبيبات السكر مذاب. ادي الكأس دوت، هنا ترسبت مادة اسمها كربونات الكالسيوم، دي بسميها ايه يا شباب؟ بسميها الراسب، اللي هي المادة الصلبة المتشكلة في المحلول السائل، في المحلول ايه؟ السائل. معنا ورقة عمل على الدرس اليوم يا شباب، كيف أعد المخاليط في المختبر؟ استخرج من المحاليل التالية كل من المذيب والمذاب أعلى من المعيار. المحلول اللي هو الشاي، القهوة، محلول ملح وماء، عصير فراولة. عايزين نحدد يا شباب المذيب والمذاب. طبعا الشاي يا شباب المذيب فيه اللي هو ايه؟ الماء، والشاي وحبيبات السكر هم المذاب. القهوة يا شباب كذلك يكون فيها ماء، أما المذاب اللي هو ايه؟ البن. محلول ملح وماء، المذيب اللي هو الماء، أما المذاب اللي هو مين يا شباب؟ برافو عليكم، اللي هو ايه؟ الملح. عصير الفراولة المذيب برضك الماء، أما المذاب اللي هو إيه؟ فراولة زائد إيه؟ زائد سكر. طيب السؤال الثاني يا شباب، صنف المخاليط التالية إلى محاليل ورواسب، إلى محاليل ورواسب، من خلال وضع على إشارة صح في المكان المناسب أقل من إيه؟ المعيار. هنا عندي محلول وراسب، عندي شاي، رمل، وماء، عطر، قهوة. طبعا هنحدد يا شباب على المحاليل والرواسب. الشاي طبعا يا شباب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن محلول. الرمل والماء دول يا شباب عبارة عن راسب، لأن الرمل يترسب ايه؟ أسفل الماء. عندنا العطر يا شباب ده يعتبر محلول. عندنا القهوة طبعا ده راسب، لأن القهوة تترسب أسفل الفنجان. وبذلك يا شباب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.